أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج صدى الأهداف. أكيد كالعادة مواضيع متنوعة بين الكرة المحلية والكرة العالمية. هلأ أنا بالأصل كنت عايش بسوريا، فحتى خاصة مرحلة الطفولة كنت مثل أي شاب يعني بحب يلعب الفوتبول وكذا وهيك. بعدين لما التحقت بالجامعة بجامعة دمشق درست سنتين بالصحافة والإعلام، بعدين قررت أني أرجع أستقر بفلسطين فحولت وكملت وحصلت على بكالوريوس الإعلام من جامعة النجاح بنابلس. وبصراحة يعني هلأ إحنا إجمالاً الإعلام ما في تخصص بالرياضة، ولكن التخصص بيجي من خلال يعني الشخص يعني اجتهاداته دراسته بشكل فردي. فأنا حاولت بهذا الموضوع، خاصة أنا أصلاً يعني كنت أحب كرة القدم من وأنا صغير، كنت ألعب كرة قدم، حتى لما اجيت على فلسطين واستقريت كمان يعني مارست اللعبة بشكل محترف من خلال بعض الأندية. فأنا بذكر ببدايتنا كان في المنتديات لسه كانت يعني نشطة كتير بشكل كبير، لقيت فيها أنا كمان يعني مساحة كويسة إن الواحد يكتب آراءه ويعمل تحليل مباراة معينة بالدوري الفلسطيني تحديدا يعني بالدوري المحلي، فكانت كتير حلوة، وخاصة إنه أنا كنت شوف رجع الصدى من الناس، يعني دائما كنت أعمل ريفرش أشوف التعليقات، فهذا الشيء كان بيسعدني إنه في تواصل بشكل مباشر. بعدين أذكر يعني لما هيك دخلنا شوي على الفيسبوك، بذكر أني بال2010 أو 2011 عملت صفحة وسميتها ملعب بلدية نابلس تحديدا، كان هدفي أني يعني كل نشاطات الملعب عنا تكون ضمن الصفحة، وبصراحة وصلت بجوز 5000 متابع بفترة كتير قصيرة، وفترة كان لسه الفيسبوك يعني يدوب أعتقد بال2011 هذا الكلام. أذكر أول محاولة إلي بالعمل بشكل مباشر كانت مع جريدة القدس، بس قبلها كنت أنا أنزل على الملعب، كنت دائما أخذ الكاميرات من القسم الإذاعة والتلفزيون عنا، وبذكر كان وقتها رئيس القسم دكتور حسام أبودية، وبصراحة كان عطيني ضوء أخضر بهذا الموضوع، كان يعرف أنه أنا بنزل على الملعب بصور يعني عم بحاول أجتهد أبحث عن فرصة. فبذكر وقتها كان في زميل إنه اسمه وضاح عيسوي شافني أكثر مرة وأنا عم صور من برا الملعب على المدرج، فناداني قال لي مين حضرتك؟ قلت له أنا اسمي كذا كذا، قال لي يعني بتحب هذا الشغل وكذا هيك، قلت له كتير. حكى لحراس الملعب هلأ بتذكرها، قال لي انت المشكلة جاي بنص الموسم هلأ ما في بطاقات وهيك للدخول الملعب، بس حكى لحراس الملعب انه هذا الشاب كل ما بيجي خلص خلوه يدخل ويقعد ياخد زاوية معينة وتركوه براحته. فأنا ما بنسى يعني هذا الموقف بصراحة، وكتير كتير فادني اني صير جوا البساط الأخضر غير لما تكون برا مع الجماهير. من هون بلشت يعني صار الناس شوي يعرفوني، صرت صور، وبالدرجة الأولى لجريدة القدس كنت أتعامل مع زميلنا منير الغول، صح كانت بدون مقابل لأنه يعني وضع الإعلام أو الصحف كان شوي مش يعني كتير، بس كنت أنا مبسوط على فكرة أنه أنا بدي ينذكر اسمي تحت الصورة، لأنه دائما البداية هيك بتكون. فأنا كنت أطلب بس أنه يعني أخل ما في أن أكتب مثلا عدسة أحمد العلي حتى الناس تصير تعرف اسمي شوي شوي، وهذا اللي صار. جريدة القدس أول يعني حدا كنت أبعث لها صور، وكانوا دائما يكتبوا اسمي، وبالصراحة أول مرة شفت اسمي يعني على الجريدة كان بالنسبة لي كتير كتير شيء جميل. يعني طبعا بعد مرحلة جريدة القدس لما كنت أنشر فيها الصور جتني أول فرصة عمل بجريدة الأيام، وبصراحة كانت كتير يعني تجربة أنا بعتبرها كتير يعني مفيدة إلي، بس كان فيها كمان هيك يعني نقطة بالنسبة إلي جوهرية. بذكر وقتها يعني مدير التحرير زميلنا كمان محمود السقا مرة رن علي تليفون بعد ما كتبت تقارير كتير يعني أول سنة وتاني سنة، فحكى لي أحمد أنا شاعر أنه أنت عندك قدرة كمان تكتب مقال رأي، وإذا عندك استعداد اعتبر أنه أنا ممكن أعمل لك يعني عمود خاص لك بالجريدة بالصفحات الرياضية تكتب فيها عن موضوع الرياضة. وبصراحة كتير يعني انبسطت لما حكى لي هذا الكلام، وانبسطت انه هو عن جد يعني شعر انه انا يعني عندي القدرة بهذا الشيء، وفعلا اطلقت عمود كان اسمه الرياضة حياة. بعيدا عن التقارير والمقابلات كنت اعملها مع يعني كوادر العمل الرياضي، هاي كنت ركز فيها على نقاط ايجابية او سلبية، مثلا كنت اشوفها لقطات تكتيكية اشياء يعني اشياء هيك يعني ممكن مش كل الناس شافوها خلال المباريات، فكان رد الفعل على المقال واللي كان الأفكار اللي كانت تحتوي كان كتير إيجابي. وعن جد أنا بذكر كان في ناس عن جد يرنوا علي تليفون يعني إنه شفنا اليوم قرأنا المقال تبعك كذا هيك إنه كان كتير حلو، وفي ناس لا إنه يتصلوا لا ما عجبنا حكيت أشياء إحنا ما يعني
فبس الفكرة أنه كان يعني إله صدى شوي، هذا الشيء كان كتير يسعدني. بعدين انتقلت كمان اشتغلت بجريدة الحياة عند زملائنا بسام أبو عرة ومحمد صدر. وعلى فكرة أنا من النوع بجوز هلأ أنه شوف اشتغلت بهي وبهي وبهي، أنا من النوع اللي بحب غير يعني، وأنا بحس أنه التغيير كتير مفيد، وأنك تشتغل مع أكثر شخص كمان ممكن تكسب أفكار جديدة، تكسب خبرة جديدة. فكمان اشتغلت مع الزملاء بسام ومحمد صدر بملحق الرياضي لجريدة الحياة. هلأ بعد فترة الصحف أو يعني خلال فترة الصحف أنا كان عندي تجربة بالعمل الإذاعي، كان في إذاعة بنابلس يعني، هي بس سكرت، بس هاي الحكي زمان كانت بالجزء 2011 هي. بعدين اجتني كمان تجربة قصيرة مع زميلنا إيهاب الجريري بإذاعة 24، بس التجربة اللي طولت معي واشتغلت فيها وأنا كتير كنت مبسوط هي هون بإذاعة الجامعة العربية الأمريكية بجنين. بقدم برنامج يعني صار له تقريبا 3 سنوات، كمان سميته صدى الأهداف، وكمان كان يعني بيتناول مختلف المواضيع المحلية والعالمية بما يخص يعني مختلف حتى الرياضات عفوا، مش بس كرة القدم. هذا اللاعب اللي أعلن اعتزاله بالسنة الماضية، ولكن أكيد ذكرى وتاريخه الكبير يعني بعالم كرة القدم لح نستذكره، أنا متأكد لح نستذكره لسنين كتير كتير لقدام. اليوم الكابتن حسن أنا بحكي يسعد مساك أيها الشاطر حسن. الله يسعد مساك أستاذ أحمد، ويسعد مساء الشعب الفلسطيني زي ما بقولوها من الشرق للغرب. تغطية للمشاركات نحكي في شيء داخلي وخارجي بما يخص مثلا منتخب فلسطين تحديدا، او حتى يعني نادي بالستينو لما اجى على مدينة نابلس، او حتى مرة منتخب جنوب افريقيا كمان اعتقد الاولمبي كمان لعب مباراة عنا بملعب بلدية نابلس ضد المنتخب، اعتقد كان بجزء بسنة 2011 او هيك شيء. فهي النشاطات هلا هي صح داخلية ولكن كمان إلها طابع خارجي، على اعتبار إنه نحكي عن ناس جاية من برا. جزء منها كان تغطية إعلامية، ولكن جزء منها كان كوني أنا يعني كان معي شهادة تدريب كمنسق إعلامي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هي كمان حصلت يعني كنت ترشحت من خلال اتحاد كرة القدم الفلسطيني، وهي كمان أعطتني مجال إني أكون أقرب بهاي النشاطات اللي نعتبرها جزء منها خارجي مثل نادي بالستينو. يعني كنت أنا موجود كمنسق إعلامي أنا وبعض الزملاء اللي بيشتغلوا بالاتحاد، مباريات الأندية المحلية بس بكأس الاتحاد الآسيوي، هي كمان أنا كنت جزء منها، كنت منسق إعلامي مباريات شباب الخليل، مباريات هلال القدس لهلأ بتذكرهم، سواء بالخليل اللي غطيناهم أو بملعب أعتقد مر الراهون كمان هلال القدس بالملعب الجامعة العربية الأمريكية. فهدول أنا كنت متواجد فيهم كمنسق إعلامي وجزء يعني لا تجزأ من عملنا بمجال الإعلام. بالنسبة للمشاركات الخارجية يعني بتصوري من خلال عملي باللجنة الأولمبية الفلسطينية، أنا كنت مدير دائرة إعلام، بصراحة يعني عطتني كتير فرصة للمشاركات الخارجية كموفد إعلامي للبعثات الفلسطينية، وربما يعني كان هني أهم 3 مشاركات. كان عندي الألعاب الإسلامية اللي صارت بأذربيجان سنة 2017 أعتقد، كمان كان في عنا ما يسمى بالإشيندور أو الألعاب داخل الصالات، هي كمان كانت بتركمانستان، وكمان ربما يعني هي الأهم من ناحية المسمى اللي هي الألعاب الأولمبية الآسيوية اللي كانت بأندونيسيا سنة 2018. هذول 3 مشاركات أنا كنت فيها موفد إعلامي للبعثات الفلسطينية، وبصراحة يعني عدا عن الشغل فيهم وتجربتهم كتير كتير حلوة، إنه أنت بمكان مغاير أدوات مغايرة، ولكن كمان نفس الوقت أنت مضطر تشتغل بسرعة، تبعت تراعي مثلا فروق التوقيت إذا كان في فروق توقيت، المهم انه انت كمان تبعت المواد وتنزل للقارئ الفلسطيني اللي عم يستنى اصلا. واحتكاك كان مع كتير يعني زملاء اعلاميين جايين من دول مختلفه سواء عربيه او حتى اجنبيه، فبتصوري هي كمان عن جد يعني كانت تجربه كتير كتير مهمه الي، ويعني وصقلت كمان يعني من 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 شغلي من حياتي العمليه. بصراحه كانت تجربه يعني انا كان في عندي تجربه اذاعيه سابقه قديمه ما كانت طويله، ولكن بعد انقطاع أكثر من سنة بذكر كمان هذا موقف كان كتير يعني بالنسبة لي مهم، لأنه عرفني على الإذاعة بشكل أكبر وعطاني دافع أكبر. بذكر من خلال إذاعة 24 بسنة 2015 وقت لما منتخب فلسطين كان بأول مشاركة بأمم آسيا اللي كانت بأستراليا،
بذكر هلأ زميلنا إيهاب الجريري مدير يعني إذاعة 24 اتصل علي قبل بيوم من أول من يعني من قبل المباراة بيوم، فبيحكي لي إنه كان هو مخطط ليعمل موجة إذاعية مشارك فيها تقريبا شيء 16 أو 18 إذاعة فلسطينية، وكان في عنده زميل لازم هو يقدم الموجة المفتوحة هاي، ولكن اعتذر بآخر لحظة. فبذكر إيهاب لما رن علي إنه أحمد أنا يعني بدي منك هالخدمة، إنه هيك 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 صار معي. فأنا بالنسبة لي كان كتير شيء حلو ولقيتها فرصة إنه كويسة، رغم إني أنا ما كنت بعرف يعني شو محتوى الموجة بصدق، ولا بعرف مين الضيوف ولا بعرف، بس هو وقتها يعني دغري قال لي أنا مجهز كل شيء، أنت بس تعال وقدم. قلت له أوكي. فأنا خلصت شغلي باللجنة الأولمبية لهلأ بتذكر، أخذت إذن قبل بساعتين من الدوام، نزلت على الساعة واحدة على الإذاعة، أخذت السكريبت تبع الحلقة وبلشت دغري بالموجة من الساعة 2 للساعة 4، والحمد لله كانت كتير ممتازة، كان في تنوع كتير بصراحة، كانوا عاملين سكريبت كتير مرتب، في كان تنوع بالضيوف، حكينا بمواضيع كتيرة. وبذكر بعدها دغري إيهاب لما عجبته الموجة قال لي بدي أعمل كمان موجة قبل كل مباراة لمنتخب فلسطين، لأنه كان بالدور الأول في 3 مباريات. بالموجة الثانية اقترحت أن يكون معنا زميل أنا يعني كتير بالنسبة لي يعني عزيز على قلبي، اللي هو زميل خليل جاد الله، اقترحته وإجا وقدم معي الحلقة، وكانت كتير فيها حيوية وكتير فيها يعني بساطة وهيك، وكمان كانت ناجحة. فهي التجربة لأنه إجتني هيك فجأة بدون ترتيب بالنسبة لي كمان كانت شيء كويس، حسيت أنه صار عندي عنصر الشجاعة هيك زاد، أنه أنا أوكي أنا جاهز، طالما أنه أنا عندي خلفية رياضية وبفهم برياضة ومتابع مزبوط، ما كان عندي مشكلة أني أدخل على إشي أنا لسه مش محضره، لأنه تلقائياً بتحس حالك أنه أنت فعلاً جاهز لهذا الموضوع. أذكر في كان مباراة بدوري المحترفين، لحد الآن بذكر الفريقين، كانت بين مركز بلاطة وثقافة طول الكرم على ملعب بلدية نابلس، كانت بالشتاء هي. فالشوط الأول مع نهاية الشوط الأول نزل المطر بشكل كتير كبير، لدرجة أنه اضطر الحكم يوقف المباراة ويأجل الشوط الثاني ليوم ثاني. طبعاً هاي الأمور بتصير يعني قانونياً. فاتحاد كرة القدم أذكر أنه وقتها جدول المباراة، هي المباراة اللي تلعب الشوط الأول فيها يوم الجمعة، والجدول الشوط الثاني يوم الاثنين. فكان مراسل جريدة القدس وقتها يوم الجمعة كان متاح موجود، هو اللي كتب النصف الأول من المباراة، ولكن ما بعرف كان مشغول بالشوط الثاني ما إجا بيوم الاثنين. فحكي معي وقتها رئيس التحرير اللي هو كمان زميلنا منير الغول، قال لي أحمد فيك تتواجد هيك هيك صار معنا، فبدي إياك تكتب لي الشوط الثاني. هاي كمان كانت من النقاط الفارقة، لأنه كنت أول تقرير بكتبه عن مباراة بالصحف، وفعلاً نزلت كتير كتير كنت يعني مبسوط، رغم أني كنت مداوم بالجامعة، أخذت إذن لأنه المباراة كانت بكير يعني كان لسه في عندي محاضرات. نزلت كتبت الشوط الثاني وصورت وبعته للجريدة، وتاني يوم لما شفت اسمي مع الصور والكتابة بصراحة كان بالنسبة لي كتير كتير شيء كويس. بلا شك أنه الرياضة صار جزء أصيل من حياتنا الفلسطينية اليومية بمختلف رسائلها، وهي دعوة عامة للجميع سواء كان مشجع أو إداري أو لاعب أو مدرب أو حتى صحفي، كل واحد يوقف عن مسؤولياته تجاه هي المنظومة الرياضية. وأكيد أكيد كلياتنا نشجع أي شخص بيمثل فلسطين وبيمثل هذا العالم.